السلام عليكم البنات، باش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح ومرحبا بكم في قناتي من جديد. اليوم راح ندير لكم فيديو كنت حطيته مقبل في القناة، لكن يعني الفيديو كان سريع نوعا ما وجاتني بزاف انتقادات عليه. بغيت نعاود نحطه لكم بلا يعني تسريع. بغيت نحكي لكم قصة الفيديو. انا الفيديو يعني صورته وكي درت له المونتاج كان في يدي ساعة باش ندير المونتاج لهذا الفيديو، والفيديو تاع كيابي يعني في ساعة واحدة درت المونتاج يعني بلا ما نتفرج. يعني انا درت المونتاج وبعد ما كملت المونتاج بارطاجيتهم ديريكت يعني بلا ما نتفرج ولا ما نشوف الفيديو كيفاش راه. يعني عاودت لكم باش تستفادوا منه. ان شاء الله هذه المرة يعجبكم الفيديو، وإذا أول مرة تزوروا القناة ما عليكم إلى الاشتراك وتفعيل الجرس ونبدأوا الفيديو مع بعض. وهنا يا كما راكم تشوفوا رانا وصلنا للسونت كوميرسيال السينيا. هنا يا في الدخلة يعني كاين باركينج تحت وكاين باركينج الفوق. هنا يا قارينا الفوق الطوموبيل ودخلنا، وهنا يا لازم ننزلوا للطابق السفلي باش ندخلوا يعني الدخلة تحت في الطابق السفلي. وهنا يا رانا دخلنا في الدخلة يعبروا الحمى، وإذا كانت طالعة ممنوع تدخل للسونتر. وهنا يا في الدخلة ديركت وما غير تدخلوا كاين محل تاع زارا الخاص بالرجال، وكي تزيدوا تمشوا تسيبوا المحل تاع زارا الخاص بالأطفال والنساء يعني جايين في محل واحد. وهنا يا رانا داخلين المحل تاع زارا الخاص بالاطفال والنساء، راح نوري لكم واش كاين فيه. وهنا يا بالنسبه للملابس تاع الاطفال كاين حتى ل 14 سنه يعني في السن حتى ل 14 سنه. كاين بزاف لي موديل شابين للذكور والاناث، كاين سراول كاين ليغوب كاين بيجامات كاين حتى لي زاديداس وبابط. وهنايا في هذا الوقت ما راهمش دايرين بروموسيون، يعني عندهم وقت اللي يديروا فيه بروموسيون. يعني المرة اللي فاتت جيت كانوا دايرين بروموسيون يعني ولا غير سلعة ما شاء الله والسعر يعني هايل. وهنايا نوري لكم واش كاين في المحل تاع زارا في الجهه تاع الاطفال. اذا بغيتوا تشوفوا واش كاين كملوا الفيديو للاخير. We'll be right back.
وهنايا بعد ما وريت لكم ملابس دول الاطفال راح نوري لكم تو النساء. هذا الكوتي كاين تاع النساء كيما قلت لكم جايين في نفس المحل، كاين يعني زوج دخلات، وكاين يعني في المحل واحد تدخلي في جهه واحده وتقدري تروحي للجهه الثانيه، كاين يعني في المحل تاع زارا الخاص بالنساء حتى لي زاكسيسوار، كاين لي زاديداس، كاين لي بيل، كاين سراول، يعني كاين كلش، وكاين حوايج تعشتها يعني راهم كاينين، يعني بزاف شابين. يعني كاين اشياء يعني ملابس تاع الصيف وكاين ملابس تاع الشتاء. وهنايا نوري لكم واش كاين في المحل زارا الخاص بالنساء، تابعوا الفيديو للاخير. وهنايا بعد ما صورت لكم واش كاين في محل تاع زارا، الان راني نصور لكم في محل خاص بالاحذيه، عنده بزاف لي موديل شابين حبيت نصور لكم. هنايا في نفس المحل كاين جهه خاصه بالنساء وجهه خاصه بالرجال، صورت لكم شوي شوي واش عنده، هاني محل ماشي كبير بزاف. وهذو يعني الأحذية الخاصة بالرجال، وريت لكم غير شوي شوي. وهنايا بعد ما خرجنا من المحل تاع الاحذيه راني ديتكم للمحل اللي نبغيه بزاف اللي هو برشكا، يعني محل خاص بالنساء يبيع بزاف حوايج شابين، عنده حتى حوايج تاع الشتاء يعني راهم عنده، بلا غير عنده لي موديل بزاف شابين، راني نوري لكم واش عنده، يعني وريت لكم كلش. هنايا راني نصور لكم في المونتو، عنده بزاف لي موديل، عنده لي فيست كوبي وعنده طوال، عنده حو كلاسيك، وعنده حتى تو الصيف تو الشتا يعني كلش. راه دايرهم 690 فقط. يعني كيما راكم تشوفوا عنده بزاف لي موديل. وهنايا سراول تاني يعني عنده كامل لي موديل، راه دايرهم 190 فيهم كامل لي طاي. و
وهنايا اذا بغيتو تشوفو واش كاين في محل تبرشكا كملوا الفيديو للاخر. وهنايا بعد ما كملنا من محل تبرشكا دخلتكم معايا لزغاهم اللي يبيعوا الديكور، يبيعوا بزاف صوالح شابين ما شاء الله. انا ما نقدرش نفوت على محل اللي يبيع الديكور وما ندخلش عنده. وريت لكم تقريبا كلش واش عنده في المحل، صورته يعني ما كانش غاشي بزاف يعني، وصبت راحتي صورت لكم. اذا بغيتوا تشوفوا واش كاين في زغاهم تبعوا الفيديو للاخير.
وهنايا يعني صورت لكم كلش واش كاين في المحل. كما شفتوا يعني عنده بزاف صوالح شابين للديكور، ما حبيت نخلي والو يعني صورت كلش. كما قلت لكم يعني نبغي هذو المحلات اللي يبيعوا الديكور. ان شاء الله يكون نتوما ثاني عجبكم المحل كما عجبني انايا. وهنايا بعد ما صورت لكم المحل تاع زارا هوم، الان رانا رايحين المحل تاع ايلينا الخاص بالاحذيه، يعني يبيعوا بون بري. نديكم معايا تشوفوا. وهنايا راني جبتكم المحل اللي كنت حكيت لكم عليه، اللي هو محل ايلينا الخاص بالاحذيه وليساك. هنايا عنده هذا المحل بزاف لي موديل شابين، يعني واش تستحقي يعني تيبي عنده. وبالنسبه للبري يعني بون بري، يبيع واحد البري ما شاء الله، يعني ما يغليش بزاف. وراني نوريكم في لي موديل اللي عنده، يعني كي تجي تشري من عنده والله غير تتلفلك. وهنا هذا المحل خاصة يعني اللي راهم يجهزوا غير يجوا يشرو من عنده والله غير يبيع بون بري، يساعدكم كامل. كما هذو لي شابو يعني يديرو غير 80,000، بزاف شابين وعندو بزاف لي موديل. كما هذو لي صابو يعني شفتو شحال شابين، يعني غير 80,000 و 100,000، يعني ما يبيعهمش غاليين بزاف. وعندو كامل لي موديل اللي تحوسوا عليهم. كما قلت لكم والله اللي جهز تجي تشري من عندو ما يطيحولهاش، كامل غاليين. نيو تيب عندها لي موديل اللي يجي في راسك تيبيه عندو. كما قلت لكم يعني هذا المحل فيه لي صابو، فيه صبابط، فيه صنادل، حتى البلايغ فيه. البري تاعهم ما همش غاليين، كيما هذو كاين 80 100 ما يفوتوش. وكاين عنده بلايغ يبيعهم غير 80,000، كاين لي ساك 100,000. راني قلت لكم يعني البري عنده ما شاء الله. اذا بغيتو تشوفوا واش كاين في محل ايلينا تابعوا الفيديو للاخير.
بعد ما خرجنا المحل تاع إيلينا دخلتكم المحل يبيع غير البيجامات، عنده بزاف لي موديل شابين. راني نوريكم واش عنده، صورت غير شوي شوي. مي عنده بيجامات بزاف شابين والتيسي تاعهم ما شاء الله. وهنا نوريكم واش كاين في هذا المحل، ونديكم معايا المحل بيع ملابس النساء. كملوا الفيديو الاخر باش تشوفوا. هنايا رانا داخلين المحل ستار دي فاريز، عنده بزاف لي موديل شابين، حتى هو يبيع الملابس خاصة بالنساء، عنده لي موديل بزاف، يعني حتى تتلفلك واش تخيري. هو من أفضل المحلات عندي في السونتر. راني نوريكم واش كاين عنده. نور المحل عنده بزاف لي فيست كلاسيك شابين، كيما هادو عجبوني بزاف، راه دايرهم 590، مقبل كان داير بروموسيو لحقو حتى 390، بزاف شابين. راني نوريكم في لي موديل لي كاين في المحل. اذا بغيتو تشوفو واش كاين في المحل تابعوا الفيديو للاخير. Thank you.
بعد ما خرجنا من المحل كما شفتوا كان كاين محل مقابلو تاع أميرة ريا كان مغلوق. وهنايا بعد ما كملنا في الطابق السفلي رانا طالعين عفوا الطابق العلوي كاين محلات خاصة بالأحذية، كاين خاصة بالعطور، كاين ماركة أديداس. أنا يعني نوريلكم غير من برا، كاينين محلات خاصين بالرجال. كاين المحل دانيال خاص بالرجال، كاين بزاف لي مارك الفوق، كاين الفوق لي جوي الدراري صغار، وكاين مطاعم. يعني وريت لكم غير شوي شوي. كاين اصلا محلات يعني نصها مغلوقه يعني ماشي كامل مفتوحه، وكاين اينو هنايا في السونتر لكن مازال مفتحش. وبالنسبه لكيابي تاني كان كاين في المحل كان مازال ما يفتح لكن الان راه مفتوح، يعني عنده يومين ملي داروا الافتتاح. وريت لكم شوي شوي واش كاين هنايا في الطابق العلوي. وهنايا بعد ما درنا جولة خفيفة في الطابق العلوي رانا خارجين يعني من هذا الطابق نقدروا نخرجوا. هنايا بعد ما كملنا يعني كنجو داخلين يعطونا كارطة باش ندخلوا، ومن بعد كنجو خارجين ندخلوا لي كارت ونخرجوا يعني نخلصوا باش نخرجوا، يعني الباركينغ نخلصوا هنايا عفوا. يعني هنايا قعدنا ساعة فقط يعني خلصنا غير ساميل، يعني هناك كي نخلصوا ندو كارطة ومن بعد ما نجو خارجين نعاودو ندخلو الكارطة باش نقدرو نخرجو. يعني هذا هو الخلاص تاع السونتر. وهنايا رانا خارجين ورايحين للباركينغ باش نرجعو للدار. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. كما كنت قلت لكم في الاول هذا الفيديو كنت حطيته من قبل في القناة، لكن يعني الفيديو كان سريع لانه انا درت المونتاج وما تفرجتش على الفيديو وكان عندي الوقت ضيق باش ندير لكم المونتاج ونطلع الفيديو. رسائلكم وتعليقاتكم هما اللي خلوني نعود نطلع لكم الفيديو ونعود لكم المونتاج. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. فرحانه بزاف بالدعم تاعكم، يعني القناه بدات تكبر، بداو تزيدوا لي زابوني، يعني نشكركم بزاف ونوعدكم ان شاء الله الايام القادمه راح يكون جديد. واذا اول مره تزوروا القناه ما عليكم الا الاشتراك وتفعيل الجرس ليلحقكم كل جديد، وما تنسوش تبارطاجوا الفيديو وتدعموا القناة وتعطوني تعليقاتكم على الفيديو هذا اللي كنت عودتو على جالكم. ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.